بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نشرح جزء النوتش وآخر جزء في شرح دايناميك فلو اللي هو جزء الدكتور أحمد بلح. نشرح آخر حاجة اللي هو النوتش. تمام، النوتش هي فتحة بيخرج منها السائل، بس بيختلف عن الأورفيس في إيه؟ إن ارتفاع السائل المسبب للضغط هنا هو ارتفاع الفوهة، بمعنى إن الارتفاع ده هو ده الارتفاع اللي بيسبب الضغط، غير الارتفاع اللي كان في الأورفس. الأورفس كان عبارة عن تانك كده، كان الارتفاع ده هو ده المسبب للضغط. طيب برضك بنعمله ليه؟ أو عشان ندرس برضك الكيو اللي خارجة من الفوهة دي وندرس التصرفات. طيب عندنا اتنين نوتش، قانونين لاتنين نوتش نحفظهم، وأي شكل تاني غير الشكلين اللي احنا هنحفظ القوانين بتاعتهم دول هنطبق معادلة ان الكيو بتساوي الفيلوسيتي في الاريا. طيب القانون الأولاني ان في حالة الريكتانجل او ريكتانجولار نوتش ايكويشن احنا بنعمل ايه؟ احنا عارفين ان الفيلوسيتي بتساوي رود 2 جي اتش، وعارفين ان الدي اريا هي الطول في العرض، والعرض اللي هو دي اتش اللي هو سمك الشريحة اللي انا هاخدها. بعد كده هعمل انتجريشن، هيطلع قانون ان الكيو اكشوال بتساوي 2/3 في السي دي في البي في رود 2 جي في اتش باور 1.5 اللي هي 3/2. تمام، فدي معادلة الريكتانجل حفظ، يعني المعادلة دي نحفظ علينا. طيب نيجي لتاني شكل عندنا، هو شكل الفي نوتش او شكل المثلث. ده برضو القانون بتاعه حفظ، ان ال هنطبق برضو القانون الاساسي ان الدي كيو بتساوي الفلوسيتي في الاريا. تمام، فانا هفك الفلوسيتي، انا عارفين ان هي بتساوي رود 2 جي اتش. تمام، طيب الفلوسيتي رود 2 جي اتش، والدي اريا هي الطول في العرض. طب انا هاخد شريحة وبعد كده اعمل انتجريشن، فالشريحة دي طولها بي وعرضها دي اتش. تمام، ففي الجزء ده عندنا اتنين متغير اللي هو البي والاتش، بمعنى ان البي هنا مش ثابتة، بعد كده البي هتبدأ تكبر، بعد كده ممكن تقل، نفس الكلام برضو ان الاتش ممكن تبقى قليلة، بعد كده اتش تزيد، بعد كده اتش تزيد. فالمتغير هنا عندنا الاتش والبي، فاحنا لازم نجيب علاقة بين البي اتش ونعوض بواحد بس عشان نعمل انتجريشن. فعايزين نجيب علاقة بين البي والاتش، فنجيب علاقة بين البي والاتش ازاي؟ عن طريق الزاوية، ان انا عندي الزاوية دي كلها اسمها سيتا، فنص الزاوية سيتا على 2، فلو جبت التان سيتا على 2 هتساوي البي على 2 اللي هي الشريحة دي، طول الشريحة دي في الارتفاع بتاعها اللي هو اتش كابيتال ناقص اتش سمول، لان الارتفاع ده كله اتش كابيتال، وارتفاع الشريحة لحد السطح بتاع الارتفاع بتاع المية بتاع الفي نوتش ده اسمه اتش سمول. فلو طرحت الاتنين دول هجيب الارتفاع الصغير ده. فكده انا جبت علاقة بين البي والاتش، كده اقدر اقول ان البي بتساوي 2 اتش كابيتال ناقص اتش سمول في تان سيتا على 2. فهشيل البي واعوض بيها في الاريا واعمل انتجريشن من 0 لحد اتش. كده انا اقدر اجيب علاقة او اقدر اجيب قانون ان الكيو تعتمد على الاتش، ان الكيو اكشوال بتساوي 8/15 في السي دي في رود 2 جي اتش في التان سيتا على 2 في اتش باور 5/2 اللي هي 2.5. تمام. طب لو السيتا كانت ب90 فالتان 45/1، فساعتها هيبقى القانون بيساوي ان الكيو اكشوال بتساوي 8/15 في السي دي في رود 2 جي في اتش باور 2.5، يعني فالتن يعني معنى كده ان الترم ده اتشال عشان السيتا ب90. طيب اي بقى شكل تاني علينا غير الشكل بتاع الفي نوتش والشكل بتاع المستطيل نقدر نستخدم ان القانون بيساوي الدي كيو بتساوي الفيلوسيتي في الدي اريا، وبعد كده بنعمل انتجريشن وبنوجد العلاقات وبنطلع معادلة في مجهول واحد اللي هو ال H
لو اتدولنا في المسألة كده نقدر نجيب الكيو اكشوال بس. فده الفي نوت يعني باختصار. طب جينا بعد ما عملنا الكلام دون، عايزين بقى نحسب التايم لحد مثلا، انا عايز احسب تايم مثلا الارتفاع هيفضل يقل لحد ارتفاع معين، او التايم لحد ما التانك دون يفضل. كل الابليكيشن او كل الكلام اللي احنا قلناه في الاورفيس او الفينوتش اللي فاتت كانت الاتش ثابته، كان الارتفاع ثابت. المره دي بقى الارتفاع هيتغير، فانا عايز احسب التايم بقى. فعندنا حالتين، الحاله الاولى اللي انا عايز احسب التايم عند ارتفاع معين، والحاله التانية ان انا عايز احسب التايم لما التانك كله يفضى. فهشوف اول حاله عندي، وهو ان لما التانك يفصل عند ارتفاع معين، انا عايز افاض التانك لحد ارتفاع معين يعني. فبنعمل ايه؟ بنقول ان الكيو في الدي تي بتساوي نيجاتيف اريا في الدي اتش. ليه نيجاتيف؟ عشان الكيو اللي بتخرج بالنيجاتيف يعني، انا الكيو اللي في التانك دون بتنقص، فالكيو هتبقى بالنيجاتيف. المهم ان انا بفك الكيو اللي هي في بتساوي السي دي في الاريا في رود 2 جي اتش في الدي تي، وهعمل ايه؟ هقسم الطرف ده الناحية التانية وديه الناحية التانية، واعمل انتجريشن عشان اجيب التايم. طيب انا عايز اوديه لارتفاع معين، ولنفرض مثلا الارتفاع لحد اتش 2. فالقانون بقى، القانون اللي حفظ علينا ان تي هتساوي 2 في الاريا في رود اتش 1 ناقص رود اتش 2. اتش 2 اللي هي الارتفاع اللي هتوصل عنده، اتش 1 الارتفاع الاصلي اللي كان التانك مليان عنده، على السي دي في الاريا بتاعة الفتحة او بتاعة الاورفس في رود 2 جي. تمام. القانون ده جه منين؟ جه اللي احنا فكينا الكيو، قسمنا الطرف ده والناحية التانية، وعملنا انتجريشن للدي تي، وعملنا انتجريشن للدي اتش، ويطلع لنا القانون ده. تمام. ال H1 هي ال initial head اللي في التانك، وال H2 هو ال final head اللي انا عايز اوصله. تمام. طيب الحالة التانية ان ال H2 دي هتبقى بالزيرو، معناه ان انا عايز افضي التانك ده لحد الاخر. ف القانون هيساوي ايه بقى؟ هيساوي ان انا هشيل الترم ده كله، وهيبقى ال H total لحد الاخر هسميها مثلا H capital. فيبقى القانون بيساوي التي بتساوي 2 في الاريا في رود اتش كابيتال على السي دي في الاريا بتاعة الفتحة في رود 2 جي. تمام. طيب ده لو التانك ايه؟ ده لو التانك مستطيل. طيب انا لو عندي تانك مثلث، فبرضك العلاقة هتتغير. العلاقة هيبقى فيه عندنا متغيرين، الارتفاع والاكس. الارتفاع دي بتتغير كل شوية يعني، دي ليها ارتفاع معين، بعد كده دي ليها ارتفاع معين، دي ليها ارتفاع معين. والاكس دي هتتغير، ممكن دي تبقى اكس كبيرة، بعد كده تبتدي تقل تقل تقل. تمام. فانا هعمل ايه برضك؟ هطبق القانون اللي هو عندنا الاساسي، اللي هو الكيو بتساوي دي تي، دي تي الكيو في الدي تي بتساوي نيجاتيف الاريا في الدي اتش. وهجيب برضك علاقة تربط الاتش بالاكس. ازاي؟ ان انا هعمل تشابه مثلثات، ان الاكس على الاتش عند الاكس على الاتش هتساوي ال ال على الاتش كابيتال، ال دي على الاتش كابيتال. تمام. منين اقدر اجيب علاقه ان الاكس بتساوي ال ال على الاتش في الاتش سمول؟ هعوض بقى بالاكس دي في القانون، واعمل برضو انتجريشن، وافك الكيو اللي هو هتساوي كيو هتساوي السي دي في الاريا، في الاريا دي اللي هي الاريا بتاعه الفتحه اللي انا هتخرج منها الميه او الفلويد يعني، واقسم على الجزء الترم ده والناحيه التانية، واجيب انتجريشن للطرفين. هيطلع لنا القانون بتاع التايم بتاع ريكتانجلر امبيتي هيساوي 2 في الاريا في اتش باور اتش 1 باور 3 على 2 او 1.5 يعني، ناقص اتش 2 باور 3 على 2 اللي هي 1.5، على 3 في ال H اللي هو الارتفاع الأصلي للارتفاع التوتال اللي هو ال H كابيتال بتاع التانك في ال C D في ال area في رود 2 G. تمام. يبقى احنا عندنا كده 3 قوانين في ال T. ده القانون الأخير اللي احنا قلناه، اللي هو لو التانك
التانك هنا ام بي تي خالص، لو انا عايز افضي التانك كله هتبقى الاتش هي الاتش توتال. يبقى احنا كده للتي طلع لنا بثلاث قوانين، اي حاجه غير المثلث او المستطيل او الفتحه اللي هنا دي المستطيل مثلا، نبدا نطبق الجزء اللي هو الكيو بتساوي الكيو في التي في الدي تي بتساوي نيجاتيف الاريا في الدي اتش، طبق بالكومن داون. وبعد كده نبدا بقى نجيب علاقات ونبدا نعمل انتجريشن بس. فدي ده الثلاث قوانين اللي هو في التايم اللي احنا عايزين نجيب التايم لحد ارتفاع معين او التايم لحد ما التانك كله يفضى. تمام. طب نيجي بقى نحل شوية مسائل في الجزء بتاع النوتش داون كده. احنا نطلع من الجزء بتاع النوتش بايه، نطلع بالمعادلات بتاعة الريكتانجولر او الفي نوتش، ونطلع ان لو ادانا شكل مختلف غير الفي والمستطيل غير المثلث والمستطيل نقدر نستخدمه من القانون اللي هو بيقول ان الكيو دي كيو بتساوي الفيلوسيتي في الدي اريا، بنوجد علاقة وبعد كده بنعمل انتجريشن نجيب الكيو. تمام. بس وتاني حاجة طلعنا منها ان لو انا عايز التايم، لو انا بعد ما بعمل هول او فتحة في التانك ده بجيب التايم عند ارتفاع معين، او اجيب التايم اللي حصل فيه امبيتي في التانك كله، وطلعنا بقانونين الكلام ده. تمام. نيجي بقى ناخد شوية مسائل على الجزء ده. اول مسألة هو مدينا اتنين مع بعض، مدينا شكل كده على حرف شبه منحرف، فاحنا هنقسم الشكل ده للشكلين اللي احنا خدناهم قبل كده اللي هو حرف الفي وحرف المستطيل، بمعنى ان ده مستطيل اهو، وحرف الفي كان حرف عبارة عن مثلثين، يعني ده مثلث اللي هو الجزء ده وده الجزء ده اللي هو مثلث. فانا لو جبت الكيو، فالكيو يعني اللي في الشكل ده هيبقى عبارة عن ايه، عن الكيو، فالكيو هتبقى عبارة عن الكيو بتاعت المستطيل دون اللي هو بتاع ريكتانجولر زائد الكيو بتاعت نص المثلث مع نص المثلث هيعملوا حرف الفي، يبقى زائد الكيو بتاعت الفي نوتش. طب نيجي بقى للمسألة اللي بعديها اللي هو شال لك الجزء اللي على اليمين دون، شال الفي اللي كانت هنا، هو نفس القانون بس هتبقى بدل ما كيوب هتبقى نص الكيو بتاعت الفي نوتش، نفس القانون برضو. تمام. بس فدي فكرة تانية من أفكار المسائل يعني. بس يبقى احنا كده قلنا فكرتين، ان الفكرة لو في شكل مش عارفين نحسب شكله يا اما نبسطه يا اما نستخدم القانون بتاعنا على طول اللي هو الدي كيو بتساوي الفيلوسيتي في الدي اريا. طيب وعرفنا الشكل التاني اللي هو شلنا الفي على اليمين اللي هنا. تمام. نيجي بقى للشكل اللي بعده ان هو عايز يحسب ايه، قال لنا مدينا نفس الشكل بس قال لنا لو الارتفاع اختلف، يعني لو الاتش هنا مرة كانت بتساوي ال ال والاتش مرة كانت بتساوي ال على 2، هنمشي بنفس الطريقة بس هنعوض او هن هن هنشيل الاتش دي وهنعوض عنها ب ال على 2، فهتطلع كيو، هيطلع رقم يعني، هيطلع رقم في مجهول اللي هو ال، ونفس الكلام هيطلع رقم في مجهول لو انا عوضت بالاتش بتساوي ال. فلو قسمت الاتنين كيو على بعض اسمي الكيو الاولانيه كيو نوت والكيو التانية كيو عاديه، فلو قسمت الكيو دي على الكيو دي هقدر اجيب مقدار او رقم او الكيو اللي هي موجوده في الحرف بتاع شبه المنحرف ده. تمام. فدي برضو فكره تانية اللي هو عوض عنها برموز. نيجي بقى الفكرة أخيرة وهو الأفكار، الفكرة اللي هي آخر حتة في الشيت اتقالت مثلا، اللي هي كانت هو عايز يحسب الايرور أو هو بيبقى مدينا الايرور. يعني ايه ايرور أصلا؟ معناه ان القانون بتاع الايرور أو القانون بتاع الايرور بيساوي الدي كيو على الكيو، تغير في الكيو على الكيو الأصلية. معناه ايه؟ ان الكيو اللي هتنزل من هنا هيحصل لها تغير، او الكيو لو انا خدت مثلا السايد فيو كده، فهنا في كيو وهنا في كيو، فالكيو اللي هتنزل من هنا لهنا في تغير حصل او في نقص في الكيو حصلت، فالمفروض ان الكيو اللي هنا هي الكيو اللي هنا، فلا لقينا ان في تغير في الكيو اللي حصل، فالتغير ده نسميه دي كيو. تمام. فالايرور اللي حصل، فالتغير اللي حصل ده هنسميه دي كيو. من الاخر يعني القانون اللي بتاع الايرور لو ادانا ايرور القانون بتاعه بيساوي ايه،
بيساوي الدي كيو على الكيو بس. طب احنا هنعمل ايه بقى في المسألة؟ وبيدينا ايه في المسألة؟ مدينا الايرور باربعة من عشرة سنتيمتر. طب ومدينا ايه تاني؟ مدينا الارتفاع اللي هو الاتش 45 سنتي، ومدينا الشكل ده هو الفي، ومدينا الزاوية، وعايز يحسب الكيو، وعايز يحسب النسبة بتاعة الايرور دي. تمام. طيب احنا اول حاجة لما بنيجي نحل المسألة بنكتب المعطيات بتاعتنا كلها ونشوف هو عايز ايه. طب احنا عايزين نحسب الكيو، الكيو نحسبها ازاي؟ ان احنا بنطبق في القانون بتاع الفي نوتش. بعد ما جبنا الكيو نيجي بنحسب بقى الدي كيو. طيب نحسب الدي كيو ازاي؟ ان احنا بنعمل ديفرنشيشن، بنشتق المعادلة. تمام. طب نشتق المعادلة يعني بنشتق الدي الكيو، هتبقى دي كيو، بنشتق الكلام ده كله. ف اشتقنا المعادلة دي، بعد كده عوضنا بالإر. طب لما نيجي نشتق الاتش هتبقى الاتش دي باور 5 على 2. تمام. فيبقى 2 على 5، المفروض هنا تضرب في 2 على 5، يعني المفروض المعادلة دي يكون في 2 على 5. وهنطرح من الباور 1 فتبقى باور 3 على 2 اللي هي 1.5. وهنعوض بالاتش اللي هي 45% عشان بالسنتيمتر في الدي اتش. دي اتش اللي هتظهر هنا عشان انا اشتقيت، فهتبقى الايرور بتاع 4 من 1000 عشان انا حولت كله بالمتر. يعني هنا في غلطة هنا، ان هو المفروض يضرب في 2 على 5 بره جنب 5 على 18. تمام. كده انا جبت نسبة الدي كيو، هقسم بقى النسبة دي على النسبة دي واضرب في 100، كده انا جبت نسبة الايرور بس. فدي اخر فكرة معانا، او اخر حاجة في الشيت يعني، او اخر حاجة في الجزء بتاع الدكتور احمد بلح اللي هو بتاع الفي نوتش اللي هو مدينا نسبة الايرور. كده احنا خلصنا كل حاجة الحمد لله، ولمينا جزء الدكتور بلح بافكار سهلة وبسيطة، قلنا القوانين بسرعة كده عشان نقدر نحل شيت 6 ونقدر نحل شيت 7. بس شكرا، السلام عليكم.